اوكي شحال جبت في النتيجة؟ بزاف ديال التلاميذ كيسولوني شحال جبت في النتيجة، ولا شحال جبت في المحلي، ولا شحال جبت في المراقبة المستمرة. في هذا الفيديو هذا غتشوف غنوري ولا غنوريكم شحال جبت في المحلي وشحال جبت في المراقبة المستمرة. ها هي كما كتشوفوا النتيجة. عندي الاجتماعيات، الاجتماعيات عندي هي مادة طايحة واني ماشي مشكل. الاجتماعيات نقط المراقبة المستمرة جبت فيها 14.92. الترتيب ديالي في القسم 11، جيت في الامتحان 18.5. التربية الإسلامية، التربية الإسلامية، التربية الإسلامية جيت في المراقبة المستمرة 18، جيت في الترتيب الرابع وجيت في نقطة ديال الامتحان 18.5. التربية البدنية جيت في الفرد الأول في المعدل ديال المراقبة المستمرة 15.5، وفي الترتيب أنا هو الرابع وفي نقطة ديال الامتحان 17.5. تكنولوجيا نقط المراقبة المستمرة جيت فيها 16.67، 16.67 وفي الترتيب هو الثامن وفي نقطة ديال الامتحان هي 15. الرياضيات، الرياضيات جيت فيها 18.67 و الترتيب ديالي هو الأول والنقطة ديال الامتحان هي 19.5. تبارك الله على الرياضيات، ماتيماتيسيان صف. الفيزياء والكيمياء 19.5. الترتيب هو الأول، نقطة ديال الامتحان 18.25. اللغة الإنجليزية 18.25 في المراقبة المستمرة، الترتيب ديالي هو الرابع والنقطة ديال الامتحان هي 16.5. اللغة العربية جيت فيها 16.88 في النقطة ديال المراقبة المستمرة، الترتيب ديالي هو 11 وفي النقطة ديال الامتحان جبت 18.5. اللغة الفرنسية نقطة ديال المراقبة المستمرة هي 18.85 وترتيب هو الثالث والنقطة ديال الامتحان 18. المعلوميات 19.77، 19.77 والترتيب 1 والنقطة ديال الامتحان هي 19.5. علوم الحياة والأرض النقطة ديال المراقبة المستمرة هي 18.59 و النقطة ديال الامتحان 19. المعدل ديال الامتحان هو 17.89، معدل المراقبة المستمرة هو 17.78. ذكرت لكم علاش وريتكم هاد النتيجة هادي، حيت بزاف ديال الدراري سولوني عليها. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أنه من هاد النتائج ولا من النقط اللي واعرين عندي اللي مجهدين عندي، أنا أعرف أش غنعمر في استمارات التوجي. هنا مهم، هنا كيسالي الفيديو ديالنا، ما ننساش تحط معاك واحد اللايك. الفيديو الجاي غندير فيه كيفاش كنعمرو استمارات التوجي اللي خاصنا نعمروها قبل الحد الجاي.